صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة هكون متواجدة طبعا معاكم لنقل آخر الأخبار، يعني سواء في كرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. وأكيد هنبدأ بيعني خبر عن النادي الأهلي الفريق الأول تحت قيادة مستر مارسيل كولر، واللي لسه يعني طبعا مستمرين في معسكرهم في النمسا استعدادا للموسم الجديد. ولكن يعني خلينا نقول انه النادي الاهلي طبعا حقق فوز في مباراته الودية اللي اقيمت بالامس طبعا خلال المعسكر. يعني الحقيقة مريم وكريم احنا متعودين على النادي الاهلي على الفوز، ولكن الحقيقة الشكل كده مستر مارسيل كولر بادئ هذا الموسم بشكل قوي جدا. يعني شفنا ده خلال تشكيلة المباراة الودية بالامس، يعني انه يعني بدأ بتشكيلة من العناصر الشباب زي كريم الدبيس، معتز محمد، محمد فخري في خط الدفاع، ومصطفى شوبير حراسة المرمى، كمان كريم نيدفيد اللي لسه طبعا راجع حديثا من الإعارة. في الشوط الثاني استعان بالصفقات الجديدة زي إمام عاشور ورضا سليم. خبر كمان مهم جدا، كريم فؤاد اكد انه خلاص يعني اصبح قريب جدا من العوده مجددا في المباريات، موجه كل الشكر لجماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه على دعمه طوال الفتره الماضيه وتحديدا منذ تعرضه للاصابه. وكانت تصريحات اللاعب كريم فؤاد كلها تدور حول شكر الجماهير وزملائه واداره النادي الاهلي بالكامل، وقال انه ما كانش متخيل هذا الاهتمام وهو اللي خلاه متحمس طبعا للرجوع مره اخرى للملاعب، وانه طموحه طبعا انه يرجع يشارك تاني بشكل سريع ويحقق كل البطولات، وانه يكون افضل لاعب في مركزه، وانه يكون كمان متواجد في المنتخب. وانهى كلامه انه علاقته جيده جدا مع مارسيل كولر، وانه يعني كان بينصحه تعليمات فنيه يمكن قبل الاصابه وبعد الاصابه كان يعني بيديله كل الدعم النفسي والمعنوي لرجوع مره اخرى للملاعب بشكل سريع. فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 حقق فوز كبير على بلدية المحلة بثمان أهداف نظيفة في المباراة اللي أقيمت أمس على ملعب الأهلي في مدينة نصر في افتتاح بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023-2024. علاء عبدو المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي 2005 أبدى طبعا سعادته الكبيرة بهذا الفوز اللي حققه الفريق، مؤكد أن الفريق لديه رغبة قوية في الحفاظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي. وأكد المدير الفني أن عملية الدمج اللي تمت بين فريقين 2005 و2006 جعلت لديه اختيارات عديدة وخلقت طبعا منافسة قوية بين اللاعبين، خاصة أنه تم ضم يعني العناصر المميزة. أضاف كمان أن هذا الفوز بهذه النتيجة يمنح اللاعبين ثقة كبيرة لبداية الموسم ودفع طبعا قوية قبل المباريات المقبلة، وأكيد هيحفزهم كمان يمكن لتقديم مستويات مميزة طبعا يعني للحفاظ على لقب البطولة. أخيرا الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي واصل عروضه القوية في البطولة في بطولة دوري المحترفين بعد ما تغلب على فريق المعادي في اللقاء اللي جمع الفريقين طبعا ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. أقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي في المعادي، وخلالها قدم اللاعبون عرض قوي جدا مميز لتنتهي المباراة بفوز رجال يد الأهلي بنتيجة 27-23. دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة ثانية. إحنا اللي بنشكرك على هذه التغطية الوافية كالمعتاد زميلتنا العزيزة روزان نصر، شكرا ليكي. شكرا ليكي جدا زميلة عزيزة روزان نصر.